ناشطون فلسطينيون إلى تكثيف الوجود في المسجد الأقصى ردا على دعوات جمعيات الهيكل لمناصريها من المستوطنين إلى اقتحام مصلى باب الرحمة وتحويله إلى كنيس. وكان مجلس الأوقاف الإسلامية المسؤول عن إدارة مسجد الأقصى قد قال إنه لن يمتثل لأمر محكمة تابعة للاحتلال الإسرائيلي إغلاق باب الرحمة أحد أبواب الحرم المقدسي. اقتحامات للمستوطنين ودعوات لبناء كنيس يهودي مكان مصلى باب الرحمة داخل المسجد الأقصى المبارك. دعوات أصبحت جمعيات الهيكل المزعوم لا تخفيها وتجاهر بها، ولم تقتصر على هذا الحد، بل طالبت الجمعيات بمسيرة يوم 21 من الشهر الجاري للمطالبة بإخراج الأوقاف الإسلامية عن القانون الإسرائيلي وطردها من الأقصى وإعلان السيادة الإسرائيلية عليه. السعي الإسرائيلي من أجل السيطرة على أي موطئ قدم في الجهة الشرقية للمسجد الأقصى المبارك، ذلك أن الجهة الشرقية هي أقل الجهات يعني من ناحية المباني، هي معظمها مزروعة بالزيتون. قضية باب الرحمة تتطور لا سيما بعد إعلان وسائل إعلام إسرائيلية عن اتصالات تجري بين الأردن وسلطات الاحتلال لحل هذه الأزمة، وتنتهي يوم الأحد المقبل المهلة التي منحتها محكمة الصلح الإسرائيلية لدائرة الأوقاف للرد على طلب نيابة الاحتلال بإغلاق مصلى باب الرحمة، وترفض الأوقاف الاستجابة لذلك لأن الأقصى لا يخضع لقوانين الاحتلال. نحن ندعم موقف الأوقاف الإسلامية بعدم الرد، لأن الرد يعني بمجمله هو أول الاعترافات بالسيادة الإسرائيلية على المقدسات الإسلامية، وهذا أمر خطير. الأمر بطبيعة الحال هو سيادي وليس قانوني، سيادي يتعلق بالمقدسات التي الولاية لها للأردن ولا سيادة للقانون الإسرائيلي عليها. هذا الموقف القانوني والموقف الدولي. ومن المتوقع أن تشهد مدينة القدس ومحيط المسجد الأقصى تشديدات أمنية تزامنا مع صلاة الجمعة، وذلك بعد دعوات فلسطينية للنفير إلى المسجد الأقصى لحماية مصلى باب الرحمة. ربما ستكون الساعات المقبلة حاسمة بخصوص قضية باب الرحمة، ورغم كل الاتقالات وقرارات الإبعاد الصادرة من سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين والضغط على الأوقاف، إلا أنهم مصممون على إبقاء باب الرحمة مفتوحا. أحمد جرادات، التلفزيون العربي، القدس. وينضم إلينا من القدس الشيخ رائد دعنة، مدير الوعظ والإرشاد في الأوقاف الإسلامية وأحد المبعدين عن المسجد الأقصى. فضيلة الشيخ، بقي أمامكم أقل من 5 أيام على انتهاء مهلة الأسبوع التي حددتها سلطات الاحتلال على إقفال باب الرحمة، ماذا أنتم فاعلون؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حقيقة ليحددوا ما يشاءوا وليقولوا ما يشاءون، الكلمة الأخيرة والقول الأخير والقول الفصل هو لأهل القدس، للمرابطين والمرابطات عند بواباته الذين تركتهم من دقائق عند صلاة العشاء على بوابات باب الأسباط، أكثر من 140 مبعد الآن عن مصلى باب الرحمة. لا يهمهم ما يقول نتنياهو الذي يريد أن يعتلي إلى منصة الكنيسة الظالم من خلال المسجد الأقصى المبارك ومن خلال دماء وأشلاء الشعب الفلسطيني. نقول لو بقي 5 أيام أو أقل أو أكثر، هذا المسجد لنا ولنا وحدنا، وليذهبوا هم إلى حيث يشاءون. بناء على هذا الكلام، ماذا نتوقع أن يحدث غدا الجمعة؟ والله جميع التوقعات مفتوحة. نحن نقول بأن غباءهم، بأن قوتهم، بأن غطرستهم، بأن جنونهم سيقود المنطقة الجميع إلى بارود نار، وسيرتد النار عليهم وهم أول الخاسرين إذا أشعلوا هذه المنطقة، لأن المسجد الأقصى المبارك هو عقيدة المسلمين وهو يخص 1.8 مليار مسلم في مشارق الأرض ومغاربها. نقول لهم بأن سوء فعلكم وإبعادكم وقرصنتكم الظالمة ضد المسجد الأقصى المبارك وضد مجلس الأوقاف وضد العلماء وضد المرابطين وأفراده، سيكون هنالك إشكال كبير عليكم، ولن يكون لكم سبيل على المسجد الأقصى المبارك، وإن لكم في البوابات
العقوبات الإلكترونية التي كانت قبل عام ونيف من الآن، يعني لكم فيها العبرة بأن أهل القدس لا يسلمون ولا يستسلمون ولا يأبهون لقراراتكم الأمنية المخابراتية الباطلة. وألا تتحسبون أبدا من احتمال انفجار الأوضاع بين الفلسطينيين وسلطات الاحتلال؟ نعم، مصلى باب الرحمة إذا بقيت المؤسسة الإسرائيلية تتعامل بالقبضة الحديدية وبسياسة الكلمة أنها لهم، سينفجر الوضع وستقوم وستشتعل المنطقة بأسرها، لأن أهل بيت المقدس وأهل فلسطين عامة لا يرتضوا أن يدنس مسجدهم وأقصاهم. وسائل الإعلام العبرية فضيلة الشيخ كشفت النقاب عن اتصالات بين إسرائيل والأردن في هذا الشأن، ماذا تتأملون؟ باختصار لو سمحت. أختنا الفاضلة، إحنا لا نتأمل شيء، نقول لهم لا تفاوضوا على المسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد الأقصى المبارك هو تحت الوصاية الأردنية الهاشمية من خلال اتفاقيات دولية وقعت في البيت الأبيض وفي وادي عربة للأردن الوصاية عليه، فكيف يفاوضوا على ما هم وصيين عليه وهو تحت أيديهم؟ ليقول الاحتلال الإسرائيلي أخرج القوات الإسرائيلية وقوات الشرطة المقتحمين للمكان وسيبقى المسجد بأمن وأمان. يعني نحن لسنا مع أي مفاوضات مع هذا المحتل الذي ليس له شيء في المسجد الأقصى المبارك. رائد دعنا مدير الوعظ والإرشاد في الأوقاف الإسلامية، شكرا جزيلا لك.